Hello, everybody. How are you? Fine, thank you. Now, we have English. We love English very much. Today, our English lesson is about lesson 4, vocabulary, new words. We will learn new words. رح نتعلم كلمات جديدة اليوم. حضروا حالكم. So please, open your pupils book on page 36. 36. Okay, thank you. Now, to start, we have the first word is, look, throw. 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 تي والأش مرفوض همسة. Throw. Throw. Throw يعني يرمي. يعني يرمي. خلينا نجيب لك الصورة أوضح من هيك. ها؟ هي أكبر الصورة صارت عندي. Throw. Look at this picture. قاعد بيرمي الطابة أو الكرة. Okay. He is throwing the ball. He is throwing the ball. Look at the word. Look. T-H. حكينا ث. Throw. 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 يا ريت يا حبايبي تعيدوا وراي. لأنه يا مس الكلمات الجديدة إذا ما عدناها ورا المس وما تعلمناها ما رسمناها ما مثلناها صح؟ ما رح نتعلمها. مشان هيك هلأ أنا كمان بدي أمثل هاي كلمة throw. Look, I have balls here. I have balls. طيب يلا الشاطر فيكم يحكي لمس إيمان يلا. Throw it. Throw it. طلع كيف إيدي لما بدها ترمي هيك بتكون صح؟ هيك عكس كلمة اللي أخذناها بالوحدة الأولى لما كان يحط إيده هيك بالطريقة هاي وإيده الثانية وحكيت لكم لأني ماسك الكاميرا بس مش قادر أحط إيدي الثانية اللي هي excellent catch. Catch. Catch بمسك بكون حدا رماله إياها وهو بمسكها catch. لكن أنا اليوم بدي أتعلم كلمة يرمي اللي هي عكس catch اللي هي throw. يلا حكولي throw عشان أرميها. يلا throw it. Throw the ball. Throw the ball. يلا ها 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 راحت تحت الكنباية. طيب يلا عندي كمان I have other balls. عندي كمان كرة. يلا احكولي throw. Throw the ball. Throw the ball. طلع كيف ايدي انا لما بدي ارمي صح؟ صح انتو هيك لما تلعبوا كرة؟ يلا ها يلا احكولي throw. Throw. Throw the ball مس ايمان. يلا throw the ball. يلا ها برافو هيها وقعت على الأرض. يلا I have another ball. يلا كمان مرة احكولي throw تأخلص الطابات اللي عندي يا مس. يلا throw the ball. Throw the ball. يلا يا مس إيمان ها 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 throw هيني رميتها. أوكي هاي عندي آخر طابة. يلا شجعوني. يلا احكولي throw. Throw the ball. يلا throw. Throw. Throw the ball. Throw. هيني رميتها. هيني شفناها. Excellent. So the word is throw. The word is throw. 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 بيرمي. بيرمي. شايفين كيف بيرمي؟ Excellent. So this is our first word. خلينا نحطها على جنب لأن إحنا تعلمناها. We have learned it. Okay. So now خلينا نترك هاي الكلمة وهاي الكلمة هذول حطيت عليهم سيركل أنا يعني قصدت عشان أخليهم آخر الفيديو أعلمكم إياها. طيب run. Run طبعا هاي الكلمة أكيد مش جديدة علينا من أيام الكيجي بجوز بنعرفها. run يركض. 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 run. run. شو رأيكم أنتوا تتركوا التلفون على جنب هيك وتعلوا الصوت لما أحكي لكم يلا يا ثاني يا حلوين run. run. يلا اركضوا لي بالغرفة. Run, run, please, please run. يلا, run, run, run. أشوف مين أول واحد هيك سريع. ما شاء الله, سريعين, شطورين. Run, run, run. يركض, يركض. Run, run, run. ممتازين. Run, run. كلمة مش جديدة علينا, صح؟ وكتير إحنا منحب هاي الحركة, الركض, صح؟ ممتازين. So the word is run, run. طيب. Let's move to this word. Shout. طبعا الاس والاش هون عندي سوري الاس والاتش. Shout. 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 طلع كيف حط ايديه كمان هيك
مشان سبحان الله لما الإنسان بده يصيح أو بده يعلي صوته بحط أديه هيك حول تمه وبيطلع الصوت وبيطلع أعلى ما في أعلى ما معه صح؟ شاوت يعني يصرخ شاوت شاوت. أحكي لكم هلأ تعملوا لي شاوت بس هسه بتزعجوا ماما وبابا، وإذا في حد أخوكم صغير نايم ها، وإذا حدا نايم بالبيت معلش يلا نعمل شاوت، بسمحوا لنا عشان إحنا نتدرب على كلمة شاوت. نحط أدينا حول تمنا زي هيك نحكي شاوت شاوت شاوت، نحلي صوتنا فيها عشان إحنا منصيح صح؟ يلا معلش يا ماما وبابا خلص سامحونا عشان إحنا قاعدين نتعلم بس هاي الكلمة شاوت. يلا نحط أدينا عند حول تمنا أشوف هيك زي البوي هذا، يلا شاوت 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 شاوت. يا الله صوتكم عالي كتير ما شاء الله عليكم، شو متحمسين يا تاني يا حلوين. طيب so the word is shout shout shout، كلنا حطينا ايدينا حول تمنا وعلينا صوتنا shout shout. يا عيني عليهم يا عيني عليهم الحلوين. طيب بحب حماسكم انا. بعدين we have this shape، هذا الشكل بالرياضيات مر معنا أو نعرفه من زمان من أيام الكيجي، سكوير اللي هو المربع صح؟ جميع أطوال أضلاعه متساوية سكوير، لاحظوا هذا حرف الكيو سكوير 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 أوكي سكوير. طيب أنا بدي منكم ترسموا مربع، شطورين بالمسطرة عندكم نشوف شكل سكوير. Look ترسموا لي هيك سكوير draw a square and color it، وبعدين لونوا لي ماشي يا حلوين ونتعلم الكلمة سكوير 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 مربع سكوير سكوير مربع سكوير سكوير. برافو برافو. طيب نظلنا نعيد الكلمة صح ونرسمها صح، حكيت لكم draw draw a square on your notebook and then color it، بعدين لونوا لي square square. مثل الكلمة الجديدة لما تكون جديدة علينا رح نعيدها ونسمع حالنا ونسمع صوتنا وإحنا نحكي بالكلمة، رح نرسمها نلونها نمثلها، هيك بترسخ الكلمة ماشي يا حبايبي؟ توعدوني draw it on your notebook، ترسموا لي إياها على دفاتركم أوكي؟ أو على أي ورقة بتشوفوها معلش، المهم بدنا نرسم سكوير 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 اللي هو مربع مربع. ممتازين. Now we have another word circle 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 اللي هي اللي هي دائرة اللي هي دائرة circle. هون بنرفضها س هون كاب بطلع صوتها circle circle. Look this is a circle this is a yellow circle، هاي دائرة لونها أصفر circle 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 okay. نفس الشيء يا حبايبي draw a circle on your notebook and then color it please color it okay. بحب ألوانكم الحلوة خلينا نرسم دائرة ونلونها okay على دفاتركم على أي ورقة بتحبوا، المهم نضل عارفين إنه this is a circle this is a circle. حاسكم إنكم بتحكوا لي بنعرفها circle صح؟ we know it okay excellent. بحكي لكم excellent circle 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 it's a circle it's a yellow circle circle. كنا نعمل إيدنا هيك ونعلم عليها circle 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 excellent bravo. And here we have a word which is stone stone. شايفين هذا الشكل ايش هو يا مس؟ هو عبارة عن حجر هو عبارة عن حجر. اذا واضح لكم كلمة حجر معناها stone stone stone. خلينا نشوف انا شو محضرت لكم لهي الكلمة. Look I have this picture كمان جبت لكم حجر stone okay stone. It's a stone. It's a stone. Or this is a stone. صح لأني أنا I'm holding it لأني ماسكه بإيدي. So the word is stone. Stone. Stone.
This is a stone. This is a stone. This is a stone. 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 حجر. معناها حجر. Okay. طيب إحنا كلماتنا كتير متحمسين إن تعلمناهم. ضل عنا الكلمتين اللي حكيت لكم عنها two words اللي حطينا عليهم circles. طب شو مالهم؟ ليش هيك أنا أخرتهم؟ هلا عشان إحنا نفهمهم بدقة. طيب نيجي لهاي الكلمة بعدين نروح ل escape. يا hop hop. طبعا فيها هوا ترى بنهاية اللفظ آخر إيش لما تحكي hop hop. هوب يا مس هي بتكون إذا ملاحظين هاي الصورة خليني أقرب لكم شوي هي قاعد بيقفز بنط برجل واحدة صح؟ أوكي jumping on one leg jumping on one leg يعني زي ما أنتوا بتكونوا بالساحة بحصة فراغ نشاط أو حتى بحصة الرياضة السبورتس بيجي عبالكم تتسابقوا على رجل واحدة مين بده يصل لنهاية الملعب for example مثلا هوب إذا النطة القفز على رجل واحدة أوكي هو منسميه هوب هوب شو رأيكم نمثل؟ بس هاي بزبط فيها التمثيل أكثر من إحنا نضل هيك يعني نشوف الكلمة صح؟ هوب يعني بدي إياكم تنطوا بالغرفة هلأ برجل واحدة Can you hop? Can you hop? في حدا فيكم هيك بيقدر يلا ينط يقفز برجل واحدة؟ يلا أشوف الشاطرين يلا تحركوا يا مس يلا رياضة نعملها حصة رياضة hop يلا hop hop ايوه شطورين هيك بدي اياكم hop ايوه ممتازين والله انكم باللعبه هاي بي القفز على رجل واحده jumping on one leg jumping on one leg طيب خليني بس انا اشوف لكم انا شو محضرت لكم ليها بالصور this is the word hop hop اوكي طيب look at this boy He is hopping. He is hopping. Hopping يعني قاعد بنط برجل واحدة بس انتو اشطر منه انا متأكدة. انا متأكدة انكم اشطر منه هو كسول مش كتير شاطر باللعبة هاي الهوبينج. اوكي؟ اذا قاعد بنط على رجل برجل واحدة. اوكي؟ شايفين هنا؟ اوكي؟ hop. hop. قاعد hop. قاعد بنط برجل واحدة. بنط برجل واحدة. اوكي. طيب كمان انا في عندي لعبة ثانية. انتوا بتعرفوها اني بستخدم رجلي خاصة البنات وخاصة البويز والله بحبوا بالساحة هيك يرسموا مربعات بتعرفوها هاي اللعبة؟ شو منسميها؟ شو منسميها يا حلوين؟ لعبة الحجلة صح؟ هاي وبصير هاي طلعوا كيف بحب برموا الستون برموا حجر وين ما بيجي بعدين بصيروا نطوا تيصلوا للحجر صح؟ بتعرفوها هاي اللعبة؟ اسألوا ماما وبابا عنها كتير حلوة very nice very interesting هاي الحجلة هاي لعبة الحجلة كمان أنا بستخدم فيها النط برجل واحدة بستخدم فيها القفز برجل واحدة يعني hopping look at this girl she is hopping قاعدة تقفز برجل واحدة لأن هيك قوانين اللعبة أوكي إذا ما بتعرفوا هاي اللعبة خلي ماما وبابا يحكوا لكم عنها ولعبوها بالبيت هيك خاصة هيك نعمل مربعات هيك ونعمل إنه هلأ بدنا نقفز عليهم كتير حلوة كتير بتجنن الفكرة إنه أنا بعدني لساتني نفس المعنى المعنى إني بستخدم القفز برجل واحدة أوكي القفز برجل واحدة كتير حلوة هاي اللعبة إذا هوب 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 حكينا إنه بقفز برجل واحدة وكمان بخليني أحكي عن اللعبات لعبة الحجلة رح تذكرني بكلمة هوب 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 سمعوني صوتكم يا حلوين هوب هوب تعال يا محمد صلاح بتعرف تعمل هوب قدامهم اشوف مين اشطر انت ولا هما هلا بدنا نعمل رجلك هيك طلع كيف ايوه هيو بده يعمل هوب طلعوا هيو هيك عمل رجله يلا هوب 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 يعني علي شاطر والله شاطر ها شاطر شايفينه محمد صلاح is hopping محمد صلاح is hopping محمد صلاح is hopping هيو قاعد بقفز برجل واحدة محمد صلاح is hopping he is hopping يا سلام شكرا لأنك ساعدتنا وساعدت الطلاب الصف الثاني طيب هلأ يا حلوين كتير سهل الكلمة إذا hop أنا كتبت لكم هنا هيك زي خلنا نحكي السهمين لعبة مشان نضل متذكرين hop نكتب عندها لعبة الحجلة
لعبة الحجلة اللي هي هلأ رح ندرسها بدرس الريدينج. أوكي هوبينج. أوكي هوبينج كمان ممكن أنا مش بلعبة الحجلة بشكل عام بنط أو بقفز برجل واحدة. إذن الفكرة موجودة هي نفسها، أنا بقفز برجل واحدة. هوب هوب أوكي جامبينج on one leg. يا عيني عليهم الحلوين، معناته ما ضلش علينا غير كلمة واحدة اللي هي سكيب. ركزوا لي بالله بسكيب شو بدي أحكي لكم عنها. الصورة مش كتير معبرة، مش كتير مساعدتنا أنا نعرف سكيب. أوكي خليني أنا جهزت لكم أشياء عنها سكيب. أو قبل هيك خليني أجيكم أنا هون. مصطلح هاي الصورة girls they are skipping، these girls are skipping، قاعدين skipping يعني إذا حدا بسرعة حكالي قاعدين بيلعبوا لعبة فتاحات الوردة غمضات الوردة. ليلى يا ليلى ليش عم تبكي، قومي تنقي لك واحدة منا، صح؟ مش هيك بتغنوها يا بنوتات؟ طيب وإذا هاي غنوا لي إياها. مس هاي لعبة فتحت الوردة غمضت الوردة، هاي هي منحكي إلها skipping. مش بس هيك، مش بس هيك، كمان في إلها لعبة ثانية منحكي عنها skipping. لاحظوا معي اللي هي أجت معكم بالورك بوك، مشان هيك مس أنا يعني حاب أوضح لكم الكلمات بدقة. هلأ كمان نطة الحبلة اللي هلأ لما نروح على الورك بوك كمان نسميها skipping، كمان نسميها skipping. إذا عندي أنا لعبتين two games، نطة الحبلة. Do you like skipping؟ مين أكتر إشي فيكم boys ولا girls بيحبوا skipping؟ الكل؟ طيب هيكم شطورين. تعرفوها؟ Can you skip؟ Can you skip؟ احكولي yes I can. سمعيتكم أنا. شطورين شطورين. إذا كلمة skip اللي هي شوفوا كيف نطة الحبلة، نطة الحبلة ولعبة ليلى يا ليلى ليش عم تبكي فتحت الوردة غمضت الوردة، صح؟ طيب وأنا هون جهزت لكم إلها هاي this is the word skip skip. أوكي هاي هم قاعدين شطورين بلعبوا لعبة فتحت الوردة غمضت الوردة، صح؟ وهون البنت الشطور قاعدة هيها she is holding a rope يعني الحبل and she is skipping she is skipping. إذا لعبة skip or skipping هي لعبة فتحت الوردة ولعبة نطت الحبل. إذا نكتب عند skip أحسن ما ننسى هي لعبتين، اللعبة الأولى لغمضت الوردة وفتحت الوردة واللعبة الثانية اللي هي نطت الحبل. مشان هيك يا حبايبي تركت لكم إياهم لآخر الحصة عشان نركز فيهم كويس، ولا هم كتير سهلين. يعني skip هي لعبة نط الحبل، صح؟ زي ما شفنا بالصورة والورك بوك. ولعبة فتحت الوردة اللي هي قدامنا هون they are skipping skipping skipping. أحسن شي يا مس التمثيل، يعني أنا لما بدي أعمل throw أمسك لك كرة هيك ورميها throw، مش ترمي لك إشي بنكسر دير بالك. ها ها. طيب شطورين. طب لما نيجي على كلمة hop يلا أعمل لي hop، يعني أعمل اقفز لي على رجل واحدة بالغرفة واحكي hop hop. ممتازين. run اركض 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 احكي run run run. تعرفوها كمان أصلا skip skip. إذا في حبلة تلعبها بالبيت أو هيك نجيب إخواننا ونجيب ماما وبابا عادي يخلهم يلعبوا معنا skipping، ولا فتحات الوردة غمضت الوردة خلينا نمثلهم يا مس. ماشي حبايبي شاوت يا بي، صيح صيح حط أيديك عند تمك وطلع صوتك عالي شاوت. أوكي ممتازين. square square مربع، وحكيت لكم ارسموا draw a square on your notebook، صح؟ then color it ولونوه. circle circle هي دائرة، شكل الدائرة. برافو. and the last word stone stone الحجر، وحجبت لكم حجر عشان تعرفوا أكثر. ها بجوز بالصورة تحكولي مش واضح يا مس، ها في أوضح من هيك. it's a stone this is a stone this is a stone. ها بدي أبعد عنه وأحكي that is a stone That is a stone. برافو مس، كتير درسنا حلو وكلماتنا حلوة، صح في منها جديدة بس احنا حبيناها لأنها كلها action action يعني فيها حركة، صح؟ لأنه رح درس القراءة رح نستمتع فيه، فيه كمان بحكينا عن games. شوف الأولاد كلهم اللي بنط واللي بقفز واللي هي games بلعبوا. فأنا استخدمت تعلمت بدرس اليوم مشان أنا أروح على درس القراءة كلمات بتخص الألعاب. أوكي هلأ ديروا بالكم على حالكم وعلى دروسكم، أنا كتير بحبكم ونحكي لكم goodbye. كتير استمتعت معكم goodbye.